انضم الينا ايضا النائب مصطفى سالم وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. انا برحب بيك سياده النائب. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه دعاء وبكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده النائب. مشروع مثل هذا المشروع مشروع ضخم الحقيقه. بدايه، كيف رايتم ونظرتم لاهميه هذا المشروع وانعكاساته على المواطن البسيط؟ يعني هذا المشروع يؤكد يعني ثقه المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري. النهاردة أنا كنت حاضر المؤتمر يا أستاذ دعاء، وكنت سعيد جدا وببارك للشعب المصري والحكومة المصرية وبشكر القيادة السياسية على يعني هذا المشروع. سيكون بداية الانفراجة للاقتصاد المصري، يعني الذي يعني يمر بصعوبات كما هو موجود على مستوى العالم نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المختلفة. هذا المشروع يعد أكبر ضخ استثمار مباشر في تاريخ مصر. الاستثمار المباشر يتمثل في ضخ عملات دولارية مباشرة، الاستثمار الغير مباشر أذون وسندات. هذا المشروع يعني أحد المشروعات التي ستتم ضمن مشروع يعني مصر للتنمية العمرانية المستدامة 2052، والمخططة له الدولة في إنشاء عدة مدن خاصة في سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض. المشروع يقام على مساحة 40,600 فدان. سيتم إنشاء عدة مدن، عدة أحياء سكنية وسياحية وخدمية وترفية به. هذا المشروع يعني أحد أو بداية المشروعات الأخرى، وأعلن السيد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية مستعدة لشراكات أخرى في أراضي البحر الأحمر والأراضي على الساحل الشمالي. يعني البعض يتحدث في عدة نقاط عايز أؤكد عليها أستاذ دعاء. البعض يتحدث أن ذلك بيع للأراضي المصرية، هذا الوضع وضع غير حقيقي صحيح. وكلام غير صحيح، لأن هذا مشاركة. المشروع مشاركة، ليس بيع للأراضي، هي فقط شراكة، مشاركة ما بين الدولة المصرية وكل المصانع وكل شركات المقاولات هي مصرية التي ستنفذ هذا المشروع. بالضبط، يعني مشاركة ما بين يعني الدولة المصرية بالأراضي والجانب الإماراتي بالتمويل. يعني كل الأراضي تم حصرها، وسيتم تعويض أهلنا في مرسى مطروح بالتعويض عين ونقدي. لما نتحدث عن الجانب المالي في المشروع، يعني مصر ستحصل على 35 مليار دولار، منها بعد أسبوع 10 مليار سيولة و5 مليار تنازل عن ودائع، وبعد شهرين 14 مليار سيولة و6 ودائع، وستحصل على 35% من الأرباح طوال مدة تنفيذ المشروع. وسيتم ضخ حوالي 150 مليار لتحقيق التنمية في هذا المشروع طوال المدة. هناك يعني عدة أمور إيجابية ستترتب على هذه الصفقة، منها ضخ سيولة دولارية كبيرة لتوفير الاعتمادات المطلوبة من العملة الأجنبية للمستوردين، أيضا تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبين السعر في السوق الموازي، وده يؤثر بشكل مباشر وسريع وكبير على معدلات التضخم وعلى الأسعار. أيضا سيتم تشغيل جميع الشركات المصرية من مقاولات وتطوير عقاري وتوريدات، المصانع المصرية، سيتم توفير ملايين فرص العمل، تحقيق الحلم المصري بأربعين أو خمسين مليون ليلة سياحية. يعني هذا المشروع مشروع ضخم جدا، وسيتم يعني استخدام جزء كبير من العوائد بتاعته في التعليم والصحة ومبادرة حياة كريمة، وبالتالي سوف ينعكس على حياة المواطن البسيط. على هذه من هنا اتضحت الصورة. نائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنا بشكرك جزيل الشكر.